Flip a bag, now I'm serving a Tesla. Got my bag, shawty with me, I stepped up. GTA for the ops, ain't no less stuff. Flip a bag, now I'm serving a Tesla. Got my bag, shawty with me, I stepped up. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم حويز. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم بفيديو جديد. فيديونا اليوم يا أخوان هو 5 نصائح كي تحترم الماوس والكيبورد. خليك بعيد عن الكنترولر، لأن الكمبيوتر يعني يبغالك تعود كثير عشان تكون محترف بالكنترولر. يعني شوفوا الحين هذا لعبي، يعني كم تتوقعون هذا لعب؟ تقريبا شهر. في الماوس كيف تتعود عليه أكثر. فبسم الله نبدأ بالنصائح على طول. النصيحة الأولى، أول شيء لازم أهم شيء تروح لإعدادات، تروح هنا منطقة يعني الإعدادات، تروح عند 1 2 3 4 5 6 وتنقر للمحتفى ولازم تخليها تشغيل أو أون بالإنجليزي، وهذا تأكيد تحليل عند الإصدار تخليها أون. راح أخبركم ليه تأكيد تحليل عند الإصدار. فالحين شوفوا مثلا عندنا هذا هرم، شوف الحين ما يحتاج مثلا اضغط، مثلا عندي التحرير كيو اضغط، ما يحتاج اضغط كذا فهمت؟ المهم وصلت الفكرة، ما احتاج اضغط شو اسمه عشان الايديت، والله ما اعرف الشرح انا، بس المهم وصلت الفكرة. انتوا حطوها اون وبتشوف بتفهموا ليه لازم تحطوها. فبس راح ابدأ بالنصيحة الاولى عشان تحترف الماوس والكيبورد، يعني 5 نصائح عندي، هذه النصيحة الاولى. والحين راح اخبركم بالنصيحة الثانية. فيعني لازم تحترف الماوس والكيبورد، يعني حتى لو سوني عادي تجيب لك ماوس كيبورد وتحترفه، ما عليك بتحترفه. واللي يقول يعني استجابته ضعيفة أو شيء ما أدري إيش يعني كذا، ما عليك جيب في مخصصة دي صغيرة مخصصة للسوني، ما عليك ما بتقطع، جرب عليها وصير محترف واشتري بي سي. ألف ألف مبروك تصير بلو بلاير. بس ما أدري ليش كذا أطلق. فبس نبدأ بالنصيحة الثانية. النصيحة الثانية يا أساطير هي لازم تكون تتعلم بناء. هذه لازم تلعب مثلا شو اسمه هذا اللي أنا الحين داخله، لكن أنا داخل لحالي، بعد شوية بدخل مع ناس وبتشوفوا كيف. لازم تكون تتعود تلعب على اللي هذا اسمه البناء. المهم بناء وناس. لازم يعني شيء ثاني، لازم تدخل بوكس فايت. بوكس فايت اهم شيء اذا كنت مثلا كأنك يعني متضايق في ناس كثير مثلا في الارينا، فهمتوا الارينا؟ في الارينا راح تكون كله في ناس في بوكسات وكذا، فبوكس فايت راح يساعدك عشان يعني في اذا تريد تلعب ارينا واجد كثير بيساعدك. بس العب بوكس فايت اذا تريد تلعب ارينا، والعب هذا اللي داخلنا هنا فوق 0463 وهذا كملوا انتوا شوفوا، وادخلوا مع اصدقائكم او اخوياكم كذا، ادخلوا معه وطقطق كذا ساعة 2 وحاول تبني بناينتات كذا بنايني كذا. واحد منهم شباب لا تاخذوا على اللعبة اللي هي بس تقريبا شهر خلنا عشق هذا ذيك الساعة تقريبا شهر إلي. فأنتوا مثلا شهر شهرين كذا راح تكون محترف. شوف مثلا كذا تعلم إيديت. فالحين راح أدخل شو اسمه، إذا تبي تتعلم على الجدار لازم تبني كذا فكذا. في مابات إيديت راح تحصل ماب إيديت اسمه تحت، أتوقع إذا حصلته. فالحين راح أدخل ماب إيديت وراح تشوف كيف الإيديت عندي. اوكي راح تحضر ديت
اوكي يا شباب الحين دخلنا الماب كذا يبي الوقت حاول تكون سريع موالك سرعة يا حبيبي هنا اتوقع تبني اللي فوق تحاول تبني هذا الماب فوق راح اقرب لكم اياه شوفوا 2 4 1 3 2 8 4 1 9 6 4 4 تطلع فوق الحين هذا تدريب على البناء كذا لو سحبنا في المصدر هذا تدريب على البناء تطلع هنا فوق الحين هنا 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 كذا اوكي من هنا كيف كذا اوكي وات شكلي سويت غلط ايش لا لا صح ما عليكم في لحظة مخ شوية يعني في الأماكن حاولت تدربوا عليه يا شباب أنا صراحة أسرع أنا الحين المونتاج يعني لا تحسب إنها صراحة وصح عن جد شباب لما تروح الإعدادات شوف ما يخلصك كذا كذا ما يخلص فنسوي كذا هذه اللي تدور بالماوس اللي النص كذا اللي تدور فتدور على طول ترجع تروح للأدب هنا لهذا وتروح عند المبنى تحرير البناء تضغط تسوي كذا وتضغط هذه اللي تدور بنص الماوس كذا وهذه حتى ينتح البناء برضو وكذا شوفوا شباب ما بنحسب الوقت لاني قاعد اعلمكم اللي هنا يسوونها وتشوف وقتك وتشوف سرعتك له هذا كيف اوكي اوكي تجي هنا والله في لحظة مخ شوي طب من اي صوب بنروح هنا فين فينا كذا نطلع هنا هنا وبعدين وات اوكي بنطلع يا لحظة المخ بسرع الحين وشوفوا شباب انا مسرع اللي يقول مسرع لا لا مسرع ما عليكم لحظة المخ والله لحظة المخ فك يا شباب بندخل الحين ماب حق مع البناء هذا فتحط بوكس وايت بوكس وايت هلا حط بوكس فايت او عاركني بالبناء او الو هلا يا جماعه للاسف جاكم الجلاد العظيم فيعني اللي بيطلع الجيم انا حاسب حسابه ماني بلومك انسان مسكين اقدر اتخرى لا تصير شايفه لا تصدقه ايه بوكس فايت ايه تعالوا بوكس فايت شباب بدل اقول لك الو هلا هلا شو اسمك اسمي حويز حويز اسمك حويز لا
اسم قناتي، لا اسم قناتي. واليوم راح ينزل هذا المقطع على بوكس فايت. والله أنا غلطت. ها؟ أنا غلطت. أنت اسمك حويل. إيش؟ لا اسمي حمزة. اسمك حويل. حويل اسم عادي. صح لو غلط؟ صح. أبشر بالله. جالس؟ دخل النقاط. إيه لحظة لحظة. من فضلك أقبله. لا ضل هذا اللي خدنا بقبل بقبل صوت. أنا عاد خليك ترى ما صار. أنا أكتي ما أنا. سكين أنا. أنت سكين. كل حين عندي الناس. ابلع. لا انا انكم انا نوم شغل. اسم قناتك حويز؟ حويز لا حويز. يب. اليوم راح ننزل افضل نصائح بوكس فايت، افضل خمس نصائح بناء. لا اسم قناتك. اسم قناتك. اسم حويز. حويز بس؟ مقبول. اي حويز اطلع لك اول وحده. ما بيها مشترك مسكين. عليها صورة شنو؟ تقع كذا قمقمة. اللي اكتب لك كذا. الو. هلا. شو السالفة؟ اي اكتبت لك كتلة. قلنا من قبل. خطيت بكاش. لا.